الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم صباحكم تونسي لليوم الخميس 7 جانفي 2021. رقم الهاتف موضوع على ذمتكم 71 143 475. نقول لكم ردوا بالكم على ارواحكم، ربي يحفظ التوانسه وين ما كنتوا، غسل الايدي، ضروره التباعد الاجتماعي، البسوا الكمامات نتاعكم، ردوا بالكم على ارواحكم، على العزيزه عليكم، ربي يحفظكم وين ما كنتوا. الوضع الصحي دقيق، باش نرجع باكثر تفاصيل اليوم في برنامجنا، برشا فقرات اخرى واستضافات تستنى فيكم، ونقول صباح الورد والفل والياسمين المحرز الغنوشي. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك منى، مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الوطنيه الاولى، ان شاء الله صباحكم كلهم صحه وربي يحفظ فنسك. امين. نقول صباح الورد والفل والياسمين ايمان السيد. صباح النور منى، محرز الشيف اسماء، وان شاء الله نهاركم مبروك سعيد انتم الساده المشاهدين اللي اخترتوا انكم تعديوا معنا هالصبحيه. كذلك نقول صباح الورد والفل والياسمين للشيف اسماء هنيت شلبي. صباحكم عسل الدنيا منى، محرز، ايمان، وكيف العاملين واللي تفرجوا فينا الكل. تابعونا اليوم عندنا حاجه تبنينه كيما كل يوم، ان شاء الله عندنا برشا تفاصيل من بعد وبعد بقيه فقرات البرنامج. اذا طقس صحو شويه اليوم، قبل ما ناخذ اكثر تفاصيل على طقسنا بالنسبه لليوم للخميس، ارتفاع شويه في درجه الحراره نحسوا هذايا، باش ناخذ معلومه اليوم كالعاده معك محرز. صحيح، هو ممكن بين ابرز ملامح طقس اليوم هو الارتفاع المتوقع في درجات الحراره، وكلنا استبشرنا بالدفاء ما سواش كنا معنيين بدرجات حراره منخفضه منخفضه. نعم. جدا، خصوصا مع انطلاقه الاسبوع هذا ولا حتى الاسبوع اللي فات، الانطلاقه في معلومتنا اليوم مازلنا نعرفوا احنا باهم المناخات اللي نلقاوها على السطح البسيطه، واليوم باش نحكيوا على المناخ القاري، وكما يظهر اسمه باش نلقاوه احنا في اجزاء شاسعه من القارات على غرار امريكا الشماليه، نلقاوه في جنوب كندا، في شمال الولايات المتحده الامريكيه، في اجزاء كبيره من اوروبا الشرقيه ولا حتى من غرب اسيا. ومبين الخصوصيات نتاعو هو كونه درجات الحراره في الشهر الاكثر بروده تنخفض الى ما تحت 3 درجات مئويه، هذا ممكن مؤشر اولي على التساقطات نجم نلقاوها في شكل ثلوج جليد ولا حتى امطار. التساقطات اللي هي تمتاز كونه منتظمه موجوده في اغلب فترات السنه. نلقاو ايضا صيف معتدل الى حار نسبيا، هذا يختلف حسب المناطق، ومادام نحكيو ممكن على درجات حراره هي قاعده ترتفع بشويه بشويه، فتونس كل مستبشرين بالارتفاع النسبي المسجل في درجات الحراره، واللي نتوقعوه كونه مازال متواصله خلال الايامات القليله القادمه. واسباب هذا الارتفاع هو وصول كتل هوائيه صحراويه بشكل تدريجي لبلادنا، ذلك علاش درجات الحراره قد ترتفع بشكل ملحوظ، ارقام مغايره تماما المعدل العادي لشهر جانفي، وفرصه باش نحكيه ونعرفوا بمعدلات عاديه اللي تميز درجات الحراره في الفتره هذه. العادي كونه درجات الحراره تكون ما بين 14 ل 19 درجه، في حدود 10 درجات في المرتفعات الغربيه لبلادنا، اليوم قد نتجاوزوا المعدل العادي بما يقارب 4 إلى 6 درجات في اغلب مناطق بلادنا، الجو باش يكون في اغلبها مغيمه جزئيا على كامل البلاد، وارتفاع باش يتزامن مع هبوب رياح قويه هي اللي تقريبا باش تمثل العنصر الجوي الابرز سماء فيما يتعلق بتطور الوضع الجوي على المدى القريب والا على المدى المتوسط. بالنسبه ممكن درجات الحراره احنا باش نقدموا قراءه سريعه لمختلف درجات الحراره المنتظره في ولايه بلادنا، اليوم متوقع صعودها لمستوى 19 درجه مئويه لتونس الكبرى، قد نسجلوا اليوم 20 في بنزرت، حراره ظهرا في حدود 19 في زغوان، في جيت وطن القبلي 17 درجة. بالنسبة لمنطقة الشمال الغربي نتوقعوا كانوا الأرقام تصعد مستوى 22 في سليانة، 21 درجة بالكاف. بالنسبة لجندوبة قد انسجدوا حرارة في مستوى 21 كيف في باجة، في مناطق الوسط تقريبا أعلى أرقام شكون في القيروان 24 درجة، نتوقعوا تسجيل 21 في جيت الساحل، في سوسة، في المنستير، في المهدية 19 درجة، في القاسرين و20 بسيدي بوزيد، وفي مناطق الجنوب تقريبا ارتفاع بشكون ملموس أكثر في منطقة الجنوب الشرقي، نتوقع تسجيل 20 في صفاقس، 24 درجة في قابس، 27 في مدين، 24 في تتاوين، 19 في قفصة، 23 في قبلي، 20 بالنسبة لتوزر، وارتفاع يشمل حتى درجات الحرارة الدنيا، تقريبا الأرقام ليلا بتكون ما بين 10 ل 14 درجة بالشمال وبالمرتفعات، قد تتراوح من بين 14 ل 18 في بقية مناطق بلادنا، وديما نقولوا خريطة اليقظة هي اللي ترخص درجة خطورة مختلف العناصر الجوية. اليوم نلقاو كونه تم اللون الأصفر الولايات القاسرين، لصفاقس، لتتاوين، مدين، وإلا قبلي، هذا ممكن نتيجة لهبوب الرياح القوية اللي تمت الإشارة لها، الرياح باش تكون مسحوبة بدوائر رملية محلية في عدد من منطقة الجنوب، نعرفوا احنا الخصوصيات الصح
الصحراوية للولايات هذيك قد تساهم في تراجع مدى الرؤية الأفقية هذه بالنسبة لمستعملي الطريق. وكيف كيف نقولوا هبات ريحية في المناطق الساحلية، فرانا نحكيوا على تواتر هام للنشرات الجوية التحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري اللي باش تبقى متواصلة إلى نهاية هذا الأسبوع. الريح في معدل سرعتها باش تتجاوز مستوى 60 و70 كيلومتر في الساعة، واتباعا لذلك مختلف الأنشطة البحرية ماهيش ممكنة باعتبار أنه البحر يكون شديد الاضطراب الهائج. استحضروا على روحنا ديما ناكدوا هو ارتفاع ظرفي فيما يتعلق بدرجات الحرارة، رانا مازلنا في الشتاء، درجات الحرارة راهي باش ترجع الانخفاض مع انطلاقة الأسبوع القادم بإذن الله. وفي ظل الإطار الصحي ديما ناكدوا كما قالت منى على التباعد الصحي على التباعد الاجتماعي عفوا، كونوا نعقموا يدينا نلبسوا البافيت وربي يبقى الستر على توانسكم. أكيد أكيد لازمنا ننتبهوا اليوم كما قلنا الوضع دقيق، الوضع الصحي دقيق. بعد حين إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الأستاذ الدكتور نزار العذاري باش نحكيوا على الوضع الصحي في تونس، هو عضو اللجنة العلمية، باش يكون عندنا مداخلة من ولاية صفاقس اللي في الحقيقة فيها ارتفاع وهي ذري على المستوى الوطني جي الثانية ولا الثالثة، مازلنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع زميلنا بالطبيعة. الحقيقة اليوم وضع دقيق لكن نحاولوا بالطبيعة أنه نوصلوا المعلومة أنه زاد ننتبهوا ننتبهوا لخطر اليوم معولين برشا 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 معولين برشا برشا على مدى تفهم المواطن، زاد على وعي المواطن باش بالطبيعة يكون واعي بضرورة معناتها الانتباه بضرورة خاصة في التباعد البشري. معناتها اليوم ننتبه وردوا بالنا على رواحنا، ردوا بالنا على بعضنا على عائلاتنا، مش كان معناتها جوست غسلت يدي وكهو، لا نغسل يدي ونلبس الكمامة ننتبه. اليوم ماهوش عيب كان واحد مرض، ماهوش عيب، معناتها فما عباد قاعدة تخبي وقاعدة تمشي وتواصل العمل متاعها، هذا عيب كبير الحقيقة. اليوم احنا في حالة وفي حاجة لوعي المواطن، في حاجه لوعي المواطن كما قلت انت، في حاجه لتضامن اكثر كونوا نتكافلوا مع بعضنا. هو في الاخر ازمه، الازمه ما نجموش احنا نشحوا فيها، كان وقت اللي نستزوها الكل مع بعضنا. ربي يحفظنا ربي الكل ان شاء الله، ربي يحفظنا الكل. شكرا ليك ومك سعيد، يومك سعيد ان شاء الله. غدوه كالعاده اطلاله معنا وباش تعطينا عاده اجواء نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع يظهر في ارتفاع كبير برشا في الشهادة، ممكن تقصد بمواصفات تعطي على أفريل على ماي أكثر منها جانف بي، وإن شاء الله بعد ما نرجع شكل الهبطة بتاع الطقس اللي تخوفنا شوية بي. احنا باش نمشي بحذا زميلتنا إيمان الصيد بتبيعة اللي موجودة معنا كالعادة. إيمان باش تقوم بجولة في أبرز العناوين الصادرة في تونس. بسم الله عليك أمون. كالعادة بداية جولتنا اليوم في معرض الصحافة اخترناها باش تكون مع جريدة لوكوتيديان. لوكوتيديان اليوم أقامت بحوار مع مدير معهد باستور ورئيس لجنة التحقيق الهاشمي الوزير اللي نعم. أكد أنه تونس اختارت تلقيح فايزر من بين 4 تلقيح ضد كورونا، وقال أنه هذا التلقيح حاليا هو الأنسب والأنجع حسب تعبيره. وقال أنه باش توصل من المنتظر توصل تونس 2 ملايين جرعة خلال النصف الثاني من سنة 2021. ولكن في الموضوع هذايا الهاشمي الوزير كان يكشف أنه عملية التلقيح منا باش تكون عبر التسجيل عن بعد في منظومة اسمها إيفاكس، وذلك عبر وضع رقم بطاقة التعريف للشخص المعني حتى تتمكن لجنة التلقيح من معرفة الجهة اللي ينتمي لها الشخص المعني. وأثناء عملية التسجيل باش يتم إرسال رسالة للشخص المعني تأكدوا فيها أنه وقع تسجيل اسمه، وفي مرحلة التلقيح باش يتم إرسال رسالة ثانية للشخص المعني يكون فيها موجود في الرسالة هذه مكان وتوقيت التلقيح، وبطبيعة التلقيح يأكد وزير الصحة أنه باش يكون مجانيا. هذا فيما يخص لكوتيديان. في علاقة بالوضع الوبائي كذلك جريدة الشروق اليوم عنونت المقال صفحة 11 بي النقابة تتهم والوزارة توضح التلاميذ يهجرون المدارس والمدرسون يعلق يقون الدروس. والمقال أشار إلى رفض وزارة التربية المتكرر لتأجيل العودة المدرسية وتعليق الدروس، وقالت أنه قرار أحادي الجانب، ولكنها أكدت أنه الحالة الصحية للإطار التربوي والتلاميذ تعد أولوية الأولويات للوزارة، وتشدد على أنه الدروس ستتواصل ما لم يقر المختصون بغير ذلك. في المقابل نقابة التعليم النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ادعت في بيان لها لإيقاف الدروس في بعض المدارس خاصة في ولاية صفاقس وبعض المناطق كما بير الحفي ورقاب من ولاية سيدي بوزيد، بسبب ما قالت أنه الوضع الوبائي
متردي لسفح في عدد من الجهات، وكذلك عدم توفر البروتوكول الصحي في عدد من المؤسسات التربوية. هذا بتبيع حسب ما جاء في بيان للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي. نمر إلى جريدة لابريس. لابريس اليوم تناولت فحوى جلسة النقاش المفتوح رفيعة المستوى لمجلس الأمن اللي ترأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد، واللي أكد من خلالها أنه تونس لن تتردد في تقديم الحلول للإنسانية جمعاء، وكذلك قال أنه لا سلم ولا أمن بدون عدالة مستدامة وعدالة وتنمية مستدامة وعادلة. كما دعا رئيس الجمهورية أيضا إلى تعزيز التعاون الدولي وفق رؤية تقوم على التضامن الإنساني الحقيقي من أجل الانتصار في الحرب، حرب العالم ككل ضد جائحة كورونا. نمشيوا للصباح. الصباح اليوم في عددها الجديد طرقت للإضراب الجهوي العام اللي تعيش على وقعه اليوم قفصة، وين أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي أنه لم يتلقى أي اتصالات لليوم من الطرف الحكومي منذ إقرار الإضراب، وذكر بالمطالب المحتجين المتمثلة في تحسين حياة أبناء الجهة وتنفيذ القرارات الحكومية السابقة اللي هي في علاقة بالوضع الصحي، كذلك بالبنية التحتية وبعث المشاريع، إلى جانب مطالبتهم بعدم أو إنقاذ شركة فوسفات قفصة من الإفلات. ولكن الصباح أيضا ترقت وأجرت حوار مع والي الجهة اللي أكد للصباح اليوم أنه القرارات المطروحة أو المطالب المطروحة من قبل المحتجين لم تحدد بدقة. نمشي جريدة لوتون. لوتون تناولت موضوع النفايات الإيطالية المستوردة، واختار الصحفي سليم بن يونس أنه يعنون المقال بالنفايات المستوردة تعود إلى موطنها الأصلي والضغط متواصل لاحترام الأجيال. فبعد حملة مونيك ما قلنا ذكرنا في حصص سابقة، حملة الإيقافات اللي شملت مسؤولين كبار في الدولة، ما زالت فضيحة النفايات المنزلية الإيطالية المستوردة تشغل المجتمع المدني اللي قاعد يمارس في ضغوط متواصلة من أجل كشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين. والصحافة أيضا، جريدة الصحافة اليوم أيضا تناولت نفس الموضوع وعنونت به تعفنت وأصبحت خطيرة جدا، تعطيل مسترب في إعادة شحن نفايات إيطاليا. نختم جولتنا الصحفية اليوم مع جريدة المغرب، وكالعادة مع افتتاحية لرئيس التحرير زياد كريشين اللي في الافتتاحية ذي يصل إلى المحطة الثامنة من محطات الذكرى العاشرة للثورة التونسية، واللي يتحدث فيها على الصناعة، فيها على ثورة الصناعات الثقافية، وأكد من خلال الافتتاحية أنه الثقافة الصناعة، الصناعات الثقافية والإبداعية هي عنصر أساسي في اقتصاديات جل الدول الغربية، وما على تونس إلا أنها دعم الأنشطة الثقافية وعدم اعتبارها عجلة خامسة، بل اعتبارها محرك اقتصادي وعنصر أساسي في المنوال التنموي الجديد. نعم، شكرا لك إيمان، يعطيك الصحة على الجولة هذه. بالطبيعة ممكن مشيناش للوضع العالمي، خاطر نعرفوا البارح في أمريكا صارت أحداث الكونغرس، في وسط الكونغرس، وموضوع المتابعة غدوة أكيد الجرايد نتاعنا باش يكون موجود الاخبار هذه، وكذلك المشاركات الافريقيه البارح في الرياضه زاده. بالطبيعه بعد حين ان شاء الله باش تكون حاضره معنا زميلتنا زاده لميا الذوادي باش نرجع باكثر تفاصيل على المشاركه التونسيه، ونذكر الفرق التونسيه ونذكر الساده المشاهدين برقم الهاتف موضوع على ذمتكم 71 143 475. وايمان انت بعد حين ان شاء الله باش تكون موجوده في نقطه خارجيه، وفما برشا اسئله يظهر لي يستناوها الساده المشاهدين، خاصه حرفاء الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. وانا من توا باش نوصل لك، معناتها فما انقطاعات في الغاز الطبيعي، ماذا بينا تسال لنا المسؤولين غاديكا علاش. ان شاء الله يوصل ان شاء الله. شكرا لك ايمان، يعطيك الله صحه. احنا توا باش نمشيو بالطبيعه مع الشيف اسماء في دبارة بالنسبه لليوم. صباح
أخرى. إن شاء الله تكونوا ألف 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 خير كما سبق وقلت ولا اللي لتحق بينا تو من أول البرنامج ولا من عام ناول ديما نقول أنا جو مادغيس للناس اللي مش بروفيسيونيل، للناس اللي قاعدة فيها عندها غرام جديد بالكوجينة ولا مازال ما تغرمتش، هاك اللي تقول لك أنا بالكوجينة سافي دو، هاك الناس اللي تحب تبدع مي امكانياتها محدوده، اكل الناس اللي تقول لك انا راني نطيب اما راني با بلوس نطيب اكاهو ما نبهرهمش ما تعجبهمش برشا ماكلتي. وفما ناس تقول لك انا عندي مثلا جاني مساج قالت معناها ونحييها محلاها على صراحتها، قالت لي عندي 20 سنه ما قرونتي مش بنينه، وانا هوني ناخذ بالخاطر وانا هوني موجوده باش نلبي لكم انتوما طلباتكم ورغباتكم. المقرونه اللي جاني عليها ألف سؤال، هوني يمكن حتى اللي مش توانسه اللي تفرجوا فينا تختلف لي بات في العالم الكل موجوده لما حاله متركزه اكثر في حوض البحر الابيض المتوسط، اما كل بيان سور بلاصه والبنه نتاعها والا كيفيه التحضير نتاعها، وتبقى المقرونه التونسيه كي نقولوا مقرونه بالصلصه تحس فما هكا فرحه عند الكبير والصغير والناس الكل، واللي يعمل في ريجيم تلقاه اول حاجه يشتهيها هو باش ياكل هكا صحن مقرونه بالصلصه. على هذاك اليوم كيف فما شكون دي جون ماريي، فما شكون بنات هكا يسكنوا في فوايي ويحبوا، فما زاد كيف شباب يحبوا يطيبوا وحدهم، والا فما نساء تحب تتعلم من جديد، والا مش تتعلم هو احنا ناس العبد ديما يقول ما نعرفش، معناها ديما ماذا بيه ساعات انا ناكل حاجه بنينه في دار حتى نحسها ابن مثلا ملي نقدها انا تلقاني كوريوز، تلقاني نحب نعرف شنو اللي خلاها بالبنه هذيك، نسال ما نحشمش ما فماش علاش، نبقاو ديما نتعلموا ونخليو الدومين بروفيسيونيل ونخليو شهيدنا وقرايتنا الكل على الشيره، ونبقاو ديما صفحه هكا بيضا نحبوا فيها جديد. صباح الخير ليلى من سيدي بوزيد، بالنغمه عطتها لي المخرجه. صباح الفل. صباحك فل. صباح الخير، نسمع فيك يا ليلى. اسمعني من التليفون يا ليلى مش من التلفزه. محليك احبك يا سيدي، من احببتني فيه، ربي فضلك يا ربي وتحبك الايام الطيبه وكثر منك يا ليلى. انا نحب نسكت على اللي عملتها المرة اللي فاتت، معناتها وصلت عليكم الاخر شفتها في اخر مطعم. باهي ميساج ليلى، انت تنجم تدخل اليوتيوب ولا؟ لو تنجم تدخل اليوتيوب تعاود تشوف الحلقه لا؟ باش نعطيك طريقه معناتها اغزر تمشي معناتها ما عنديش شيء. باهي خاطر تنجم باهي فهمتك، فما حتى مشكله ليلى بقدره ربي وانا نعمل في المقرونه ولا بعد شويه نفكرك فيها. هو انا ما عجنتش، عملت كيلو سميد عليه 200 غرام فرينه عليه مغرفه نتاع ماكله ملح ومغرفتين خل لميتهم لمان. لا مش كل فرينة، عملته كل سميد، هو إذا كان نوعية سميد باهي حتى كان كل سميد ما فما حتى مشكلة، لميته لمان بالماء الدافي وحطيت ساشي تبدا نتاع كونجيلاسيون تكون ساشي كيس غذائي معناها، عملت فيه شوية زيت وحطيت فيها كالعجينة ربطتها وعبيت طنجرة بالماء الملذ ذاك اللي نجموا ندخلوا فيه إيدينا وحطيت فيها كالساشي هذيك المربوطة وخليتها ترتاح الملاوي نتاعي ساعة ساعتين مزمان، ومن بعد كي تخرجها تلقاها بقدرة ربي تقول عليك عركتها برشا، هو أنت ما عركتهاش جست نفختها في الماء، بيان سور فما عازل بين الماء والعجين اللي هو الكيس الغذائي اللي هو الساشي، وبقدره ربي يجيك ملاوي مزيانه تعملها قرص قرص، من بعد تدهن بالزيت تحلها على الاخر، ومن بعد تطويها هكا كل ملح فتشد هكا هكا، من بعد تجيب الشيره اللي من غادي والشيره اللي من هوني، وفي كل مره تعاود ترخرخها هكا بشويه زيت تحلها، ومن بعد في قلايه سخونه ترميها وان شاء الله تجيك ابن ملاوي، وديك تنحيهم من على النار تلفهم في منديله باش يبقاو لك مرخيين هكا وشبان. نهارك زين يا ليلى. بوسك برشا يا ليلى، ما عزك ومحلاك الصباح، وربي يفضلك البيبي اللي بحذاك، وربي يخليك وتحيه ليك والاهالي سيدي بوزيد الكل. ايمان من اريانا، صباح الخير يا ايمان. الو عسيمه. صباح الفل. بلي نحب نسالك على السفرج، المعجون السفرج. باهي. ونحب البطاطا كي نعملها ربي ونقليها للطاجين تشرب لي برشا زيت، ما عرفتش الطريقه كيفاش نقليها.
تعرف مناش تعمل تغسلها مليح البطاطا بعد ما تربيها، تقعد تغسلها في الماء، تغسلها لين يولي الماء ترونسبارون، لازم تتنحى النشا نتاعها باش ما عادش تلصق، خاطر النشا هو اللي يعمل الليزون، هو اللي يخلي لك البطاطا نتاعك تعاود تعجن. نار سخونه، الزيت يبدا سخون وترمي فيه البطاطا نتاعك تتمشي كل كعبه وحدها. باهي بارك الله فيك، بلي معجون السردين الله يسلمك. ونتمنى عليك تعملنا برنامج حصري، معناها كل مره في الجمعه تعملنا حصه عليك انت خاص. يفضلك يعيشك يا ربي، ان شاء الله على شلي، ان شاء الله يا ربي، وربي يخليك ومحلاكم الكل. ومحلى صباحكم، يعيشك يا ربي، ربي فضلك. نرجعوا للمقرونه، كما قلت باش نقول لك يا اخي احنا باش نتفرج انا باش تعلمني مقرونه، هو مش هذاك، هو فما ما نعرفش فما شكون تلقاه مثلا، نحكي انا مثلا على ماما مثلا نحس مقرونتها كل شيء تبارك الله عليها ماكلتها ما نحكي لكمش، المقرونه نحس مقرونتي انا ابن كيما في برشا حاجات هي اكيد تكون ابن مني، على هذاك باش نعطيكم طريقتي اليوم في مقرونه عملناها اللي جربوها الكل، وخاصه عملتها في دبارت اسمى مره هكا عربي شويه. لليوم يقولوا لي كي نطيبوا المقرونه نعملها ومنهم بول مخرج ومنهم تحيه ليه وان شاء الله ربي يشفيه. كيفاش نعمل انا؟ نحط الزيت، الزيت بيان سور كميه باهيه مش شويه ومش برشا، نقولوا كاس، انا هوني ديما نحكي جمع تغاسل من ستة لثمانية اشخاص، معناها احنا هوني نحكيوا على رطل بات، ديما نعطيكم الروسيت نتاع عائله متكونه من خاطر هو شنو كي نعطيو سته، حتى كان العائله فيها اربعه وكا يبقى صحيا، اذا كان ديما نقعد في الانترفال هذاك نتاع رطل عجين. رطل عجين شنو نستحقوا له؟ ديما اذا كان عندنا دجاج ولا لحم، احنا اليوم باش نعملوا مقرونه بالدجاج، راهو الدجاج مش بالكميه، معناها مش يلزم عندنا كيلو دجاج ولا زوز كيلو، لا موجود كل قدير وقدره، السر ماهوش في كثره، سيفري هو كيبدا باللحم ساعات تكون هكا مشخشخه شوي، اما لا ميسيرش كي تكون لدايات مزيانين ونعملوا مقرونه بنينه برشا حب برشا هكا فن تبدا تغزر لها وانت شيخه عليها، راهو والله العظيم له كميه اللحم هو السر. باهي خذينا تريفات الدجاج نتاعنا كالعاده ولا تقتلنا عاده، ونصوركم راكم حفظتوها توا، قبل ما نطيبوا نملحوا ونعملوا الفلفل الكحل والكركم كسوا للحم للدجاج صوف الحوت نعملوا له ملح برك، نخليوه على الشيره باش يبقى متبنن وما يبقى لناش من بعد مسفر الدجاج وما يشربش، خاطر اذا كان تغلف في الزيت مثلا برشا يصب الزيت ويحط اللحم، اذا كان تغلف لك الزيت باللحم وهو ديجا ماهوش ملح قد ما باش تفوح باش يبقى لك فاد وماهوش باش يوصلوا له فيه. باه اش عنا عرطل؟ نعملوا ثلاثه مغارف طماطم معجونه، ثلاثه مغارف طماطم معجونه اذا كان نوعيتها باهيه، اذا كان عارفوها مش قارصه وموره واضحه، لما حاله هو تقليه باش نحينا القرصيه، سينو نعملوا زوز مغارف ونص معبين راس ثوم مرحي وريقات رند، وهوني في الفحات شعنا عرطل ناخذ مغرفه كبيره فلفل احمر، ما تقولوش الشيف اسمع قلت لنا مغرفه كبيره، انتم وحروريه العائله نتاعكم، انتم تعرفوا العائله وشنو هي تحب كميه الحروريه، معناها انتم عندكم الحريه فينكم تحطوا كميه الفلفل الاحمر، ديما الفلفل الاحمر شطر وتابل وكرويه، معناها عندي مغرفه كبيره فلفل احمر، عندي نص مغرفه تابل وكرويه، وعندي بيان سور رشه اخرى فلفل اكحل، عندي جرينات فلفل شايحين، هوني برشا نقول لك انا نطيب بالهريسه العربي، انا ما نطيبش بالهريسه العربي، انا ما نطيبش بالهريسه العربي على خاطر ما نحبش فيح، ما نحبش الهريسه العربي خاطر باش تحط لها الكرويه وباش تحط لها برشا ثوم والكل، انا نحس المطعم نتاعها يغلب، معناها وكانها البنه جايه من الهريسه، معناها انت حتى كي مش تعمل قدمه بطرف هريسه ديجا باش تجي بنينه، كي باش نحطها في وسط مقرونه ولا في وسط اي بلا باش تغلب المطعم الكل، على هذاك انا ما نحبش نطيب بالهريسه العربي، نحب يا اما قرون فلفل شايحين نغسلهم بشويه ماء دافي باش يترخاو ونجم نقصهم ولا نخليهم جرينات، سينو بالفلفل المهروش هذاك البابريكا اللي ديما يعوض لي الهريسه، وكما قلت راني ما نحبش نطيب بالهريسه العربي. باهي هوني خذيت جرينات فلفل، جوست باش نعطيكم حاجه مزيانه، ديما سالوني القرن الفلفل من الفوق كيفاش نعمل له هكاك، ناخذ القرن نحي الزايد منه نخلي منه شويه بركه، من بعد شنعمل؟ وكأني نقشر فيه باش نحي أكل الحيط القشرة البرانية هذيك هكا، باش يبدا هكا قرن الفلفل متاعنا مزيان، ما يبداش تبدا مذبب الفوقاني متاعو، يبدا هكا مستوي مزيان، ما نخليوش هكا القشرة الكحلة اللي ماهيش شبابة، بيان سور نعمل فيه فتحة على جنب، أنا ما نملحوش على خاطر من بعد في الملح متاعو باش نطيب بيه، باهي نجي ونرميه في الزيت. باش نحطو يتقلى، ايوا الزيت اون برانسيب يكون اسخن من هكا، انتوما بيان سور تخليوه اسخن من هكايا، جوست نجيب الماء ما حطيتوش بحذايا، الماء بيان سور الماء لازم يكون ماء سخون اللي باش نمرقو بيه، باهي حطينا جرينات الفلفل باش نستناهم شويه يتقلاو باش نخرجهم،
باش نعاود نراجعها من بعد مع التقليه. تبعوني ومن بعد باش يبقاونا قرون الفلفل هذوك باش نزينهم، علاش نخسر عليهم في زيت اخر من بعد ونقليهم. هوني كيما تراو ما خليتش الزيت اللي ندخن على خاطري ولي ماهوش صحي، ما خليش لين يخرج الدخان، وكاني باش نقلي فلفل عادي معناه. صباح الخير ساميه من حفوز. صباح الخير. ألو. صباح النور. صباح الخير عسلامه مدام اسماء. صباح الفل يسلمك. عايشك محليك. محليك انت مرحبا. يعيشك يا مدام سلمى ربي يفضلك. يعيشك. يعيشك يا مدام اسماء بربي حبيت نسلك على الفلون. على؟ على الفلون. على الفلون. فلون باتيس اي. اي. تحب الغوسيت نتاع الفلون. ايه انا نفرح كي تعطيوني اقتراحات خاطر نحس روحي ساعات نضيع، حتى انا كيفي كيفكم في الدار تضيع عليا دبرة. سبيان كي تكون كل مره هكا تطلبوا مني حاجه انا جو بخونوت ونعملوها نعملوا مع بعضنا الفلون. نوعدك انا نعملوا الفلون مع بعضنا. يعجبك يا مدام اسماء. اون بخونوت وبقدره ربي نعملوا الفلون مع بعضنا. اوكي يعجبك. ربي فضلك محلاك وتحيه ليك ولولاد حفوز الكل. لولاد حفوز يظهر لي قتل. يعيشك. يعيشك. اولاد حفوز اي اولاد حفوز اولاد حفوز. باهي نقلبوا الفلفل نتاعنا مانيش باش نخليوه هاكا جوست يعمل لك القشره البرانيه ومن بعد باش نخرجوه. ابروبو ما تنساوش تبعونا من بعد عندي غوسيت لجماعه الكيتو، الجماعه اللي يعملوا في ريجيم كيتو حضرت لكم من بعد حاجه هكا مشخشخه مزيانه برشا للناس اللي تتبع في اللي هما برشا اللي يتبعوا واللي يتبعوا فيا اللي يتبعوا في ريجيم الكيتو باش نعملوا حاجتين تنجموا تاكلوهم كو سوسوا في الديسير والا في الحاجه المالحه الزوز تنجموا تاكلوهم. باهي هوني الفلفل متاعي كيما انا حبيت هكا نخرجوه. باهي انا في العاده نعمل راس بصل، راهو انا مقرونه نحط فيها راس بصل هوني خاطر ما عنديش ما حطيتش مي اون برانسيب في المرحله هذه نحط راس بصل. باهي والزيت هكا شنو نحط؟ نحط ثلاثه مغارف متاع الطماطم متاعي، نحط الثوم ونحط اهو رشه الكركم. هوني الكركم مش باش يصفر راهو مي جوست باش يعمل اكيليبر وباش ما يبداش هكا الحموريه نتاع الطماطم كبيره. باهي هوني باش نعمل هوني باش نرجع قرون الفلفل باش يسيبوا هما الزيت نتاعهم مع التقليه شويه بركه هكا. كيفاش نعرفوا اللي الطماطم نتاعنا تقليت؟ وقت اللي الزيت يبدا يحمر ما نخليوهاش لين تتحرق وما نخليوش الثوم نتاعنا يتحرق. كيف يحمر الزيت راهي الطماطم نتاعنا تولي ما عادش تخوفنا. واللي ما يقليوش يتبعوا نفس المراحل اما يصبوا الزيت مع الماء. هاهو هكا ونخرج الفلفل حتى هو يتبنى الفلفل يبدا فيه مطعم الثوم والطماطم ياسر بنين. هذا هي الفلفل نتاعنا باش نخرجوه ما نخليهوش لين يذبل برشا باش من بعد يبدا لنا مزين المقرونه يبدا الشباب. باهي خرجناه. باهي برشا يقول لك ليه ما نحط انا كل شيء مع بعضه وماني نقلي الدجاج نحطه مع الطماطم. الدجاج باش يسيب لك الماء نتاعو وماهوش باش يخلي لك الطماطم نتاعك تتقلى. على هذاك برشا يقول لك راني قليت وما نعرفش علاش بقات قارصه. انا هوني اخترت طنجره كبيره بالعاني باش انتم الرؤيه تكون لكم واضحه. هوني باش نحط زوز قرون توا وزوز قرون باش نكملهم من بعد. تنجموا تحطوا حمص، انا باش نحطهم بعد شويه بطاطا يظهر لي. تنجموا تحطوا حمص وبطاطا للي يحب، للي يحب المقرونه كالاكل العربي. باهي هوني شنو اللي باش نعمل؟ باش نجي لفاحات الكل نحطهم اليوم مغرفه كبيره فلفل احمر وتابل وكرويه. باهي باش نسرق انا هوني شويه ماء ونحط وريقات الرند. هذه الصوص نتاع المقرونه نتاعنا مانيش باش نعبيوها بالماء، باش نخليها في المشهد هذا اللي تراو فيه المزيان، باش نخليها هكا شويه نغطيها من بعد بشويه ماء. الماء ما يزموش يفوت برشا نيفو الدجاج على خاطر الدجاج ما يخرج برشا وقت وما نحبوهاش تقعد تطيب في برشا ماء. الماء اللي نمرقوا به يلزم يكون ماء سخون. شوفوا تو كيفاش باش نمرق هنا على جنب، ما نحطوش فوق الدجاج باش ما يتغسلش الدجاج نتاعنا. شفتوها الطنجره نتاعنا لازمها تكون من الاول فيها وجه وفيها زيت في الوجه باش من بعد مقرونتنا تجينا
ابننا نغطيها توا ونخليها هكا، وكل مره نتفقدها بنكيتا ماء ونار هاديه. نمشيو لمنى وبقيه فقرات البرنامج، ومن بعد نرجعوا مع بعضنا مع بقيه الرسالات اللي حضرت لكم لليوم. شكرا لك شيف أسماء، يعطيك الصحة. كما قلت منذ حين ومنذ بداية البرنامج اليوم باش نحكي على جائحة كورونا، على تطور الوضع الوبائي في تونس، وسعيدة جدا الحقيقة باستقبال الأستاذ الدكتور نزار العذاري اللي جينا، هو عضو اللجنة العلمية وكذلك رئيس قسم طب الشغل بمستشفى شارل نيكول. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا بك دكتور. الحقيقة باش ناخذ أكثر تفاصيل على تطور الوضع الوبائي في تونس على المستوى الوطني، لكن أقبل زميلنا زهير بن علي موجود معنا مباشرة من صفاقس باش ناخذ فكرة على الوضع الوبائي في صفاقس. صباح النور. زهير. صباح النور منى، صباحكم تونسي. ما نجموش نحكيو من صفاقس توا الا على الكورونا. علاش؟ على خاطر نسمع فيكم. والكورونا منى في صفاقس اخذت امبلور كبير، خاطر في الفتره هذه من غره جانفي 2021 عام جديد، وبرشا حكايات دارت على الفيسبوك وحتى في الفضاء العام في ادبيات علم الاجتماع، انه الفضاء العام فيه برشا تفاعل. حكاوا على رقم افزعهم اللي هو اكثر من 500 اصابه تسجلت نهار 1 جانفي، وهذه معناها خلت انه اول مره تصير في صفاقس يسجلوا 500 اكثر من 500 اصابه بالكورونا، معاها 6 وفيات. لكن قبل هذا الكل نبداو بحاجات باهيه اليوم، حاجات فيها شويه تفاؤل، انه لدرجة جهويه الصحه اليوم اقرت انها باش تعمل وتوفر ليتست رابيد، التحاليل السريعه في كل المراكز، في المراكز الموجوده في المستوصف، ولا في السبيطار العادي الجهوي ولا غيره. يعني اللي عنده اي اعراض من غير ما يمشي المستشفى او غيره، يمشي فقط الاقرب مركز صحه اساسيه، يشوف روحه اذا يعمل بعد نص ساعه يعمل بالتحليل يشوف روحه. هذه حاجه باهيه. الحاجه اللي قبلها كانت زاد باهي انه تم دخول حيز الاستغلال للمستشفى العسكري الميداني بصفاقس ب10 اسره انعاش و52 سرير اكسجين نهار الاثنين الرابع من جانفي اللي فات، وهذا باش بخلاف انه هو مركز لايواء، مركز للايواء، هو ايضا باش يخفف على المستشفيين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبه. الاكثر من هذا اللي هو القرايه، رجعت بعد العطله، عطله الشاوة وعطله نهايه الفلدي الاول، وكانت اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم اللجنه بصفاقس اجتمعت واقرت حاجات من بينها العوده التدريجيه 2 و3 للسنوات السادسه اساسي والتاسعه اساسي والبكالوريا 2 و3، ونهار الاربعاء يعني البارح 6 جانفي يرجع بقيه الاقسام على نظام الافواج. ولكن توصيه اوصتها اللجنه لوزاره التربيه بالنظر في امكانيه تعليق الدروس، وبالفعل يعني تعلق الدروس بعد اتخاذ القرار من النقابات تعلقت الدروس حتى 10 جانفي نهار الاحد الجاي 11 جانفي يرجعوا يقراوا. هذا الكل جاء بسبب بعض الارقام، احنا لازم نقراوا الارقام لانه يعني الارقام مرتبطه بحويجه بسيطه، هي ارتفاع عدد الاصابات نهار 1 جانفي من 1420 تحليل صاروا 523 تحليل ايجابي و6 وفيات. باهي، لكن في 5 جانفي يعني البارح هبطوا نتيجه نتاع 5 جانفي 9 من 879 تحليل 292 اصابه فقط وزوج وفيات. عدد المرضى باقسام العنايه المركزه 20، وعدد المرضى بقسم الكوفيد بلس 116، وعدد المرضى بالمصحات الخاصه 76، والعدد الجملي للوفيات منذ بدء الكوفيد في صفاقس 331. وكل التحاليل اللي تعاملت من مارس اللي فات 53562 تحليل. يعني الارتفاع هذا يمكن ربطه بحاجتين، اولا ارتفاع عدد التحاليل المجرات، ثم حملات التقاصي اللي صارت كيف نهار الاحد صارت حمله كبيره في باب حرب صفاقس في الفضاء العام لمحاوله التقصي ومعرفه اكثر ما يمكن من الحالات المصابه.
الحاجة الثانية المربوطة هي مربوطة بأزمة لا علاقة لها بالكوفيد، اللي هي أزمة الغاز المنزلي اللي صارت قبل الثلاثة جامعات، هي وأزمة البنزين في صفاقس، وشفنا أكل مشاهد متاع العباد والاكتظاظ الكبير اللي صار أمام نقاط بيع البنزين أو نقاط بيع الغاز الطبيعي، وهذا الكل خلى النتيجة بعد ثلاثة جمعات شفنا الحالة هذه. يعني الأهم من هذا الكل أنه أحنا توا في الكورونا نحاولوا أنه معناش حال الآخر إلا أنه نطبق البروتوكول الصحي، نلبسوا الماسك، وأيضا نحاولوا نتباعدوا في الفضاء العام، واللي مريض يحافظ على روحه، والمش مريض يحافظ على روحه وعلى المريض ويحافظ على عائلته، وإن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله نهاركم تونسي. ليك زهير بن علي يعطيك الصحة، تحية ليك وتحية لأهلنا في صفاقس، وربي يحفظ التوانسة وينما كنتم واصلين. الحديث على جائحة كورونا، وكما رحبت بالدكتور نزار العذاري اليوم باش نحكيو على دقة الوضع اللي احنا فيه اليوم، ما يخفى على حتى تونسي انه الوضع دقيق، مش كان في تونس في العالم زادة، بالرغم اللي بدأت حملات التلقيح، لكن الوضع دقيق. دكتور اذا تعطينا فكرة على الوضع الوبائي في تونس الحقيقة، فما ارتفاع في الأعداد متاع المصابين في الكورونا بوباء الكورونا، وكذلك حتى في الوفيات. صحيح، هو العدد للأسف مرتفع ومش يزيد يرتفع. نعم. عدد الإصابات وعدد الوفيات، واللي قاعدين نشوفوا فيه توا، حد اللي قاعدين نسجلوا فيه توا عدد الوفيات، هو يعكس الفترة السابقة، معناها الفترة بتاع تقريب آخر شهر ديسمبر. أما الفترة هذه اللي شدنا فيها عدد كبيرة متاع عدد الإصابات، عدد الوفيات مش يجي بعد. نعم. معناها للأسف ممكن ننتظروا حتى عدد أخرى. معناها الوضع كما قلت سيادتك وضع حرج. حرج، وهذايا بون ما نجموش نربطوه كما في صفاقس مثلا بالغاز ولا غيره، راهو لا ماهوش هذا، هو راهو الكل مربوط وعلاقه واضحه بسلوك المواطن التونسي، كما هوني كما لبرا في الخارج وفي البلدان المتقدمه زاده كيف درجه احترام وسائل الوقايه والبروتوكولات الصحيه. اذا كان معناها ثم تراخي، وهذا اللي شفناه المده الاخرى، تراخي كبير اللي شفناه المده الاخرى في معناها الشهر الثاني نتاع شهر ديسمبر، ثم تراخي كبير من المواطنين في ارتداء الكمامه. انا توا نحكي على ارتداء الكمامه، الباقي ما هوش، نحكيو على لا ميزور لا بلوز امبورطون. ثم تراخي، علاش تراخي؟ على خاطر في اول شهر ديسمبر تراجعت الاعداد، صحيح، وخف الضغط على المستشفيات، وحتى الاقسام اللي معناها فيها المرضى كوفيد نقص التعب نتاعها وصل تقريبا 30%، معناها وصلنا 30% من الكاباسيتي نتاعنا، معناها عدد مطمن. وكل اطمئنان هذاك واللي عشناه والاعداد اللي طاحت برشا خلى المواطن التونسي يطمئن يتسيب ويتراخي، ومن بعد ورجعت الاعداد هذه. ولذا اللي قاعدين نشوف فيه الكل مربوط بالسلوك نتاعنا نحن. توا مثلا الوباء هذا، الوباء هذا تفشى توا موجود في ما عادش نجمو نحصروه. توا مجهودات كبيره واموال كبيره قاعده تدفع للوقايه من الكوفيد، كما التحاليل السريعه اللي قاعدين، وهو توا هذا حل من الحلول اللي لقات وزاره الصحه، هو تعميم اللي ماشيين فيه توا وزاره الصحه، هو تعميم التحاليل السريعه في جميع الاماكن، وقاعدين نطلبوا باقي في التحاليل السريعه. لكن التحاليل السريعه اليوم تفيق بعدد، وغدوه هذوكم هما بيدهم الناس هذوكم مش يخالطوا ناس اخرين، ومش يجي عدد اخر، الى متى؟ خاصه اللي ما عندهاش اعراض، واللي ما عندوش اعراض هذا مشكل اخر. وتوا ثم اشكال اخر زاده كيف الفيروس الجديد اللي ثم قبل الفيروس الجديد مازلنا تو في الفيروس القديم، اللي ثم مثلا تشوف تلقى مثلا الناس تاخذ حذرها، وثم شكون يرتدي الكمامه ويستعمل الوسائل، لكن عنده الاطفال يمشيوا يقراوا في الكلام ده في المعاهد، صحيح. وتلميذ عمره 12 عام ولا 13 عام يكون حامل الفيروس، ما تكونش عنده عوارض كبيره، ولكن يرجع لداره ويتعشى ويفطر مع عائلته، صحيح، واللي يعدي البو ولا يعدي الام ولا يعدي الجده ولا الجده الى اخره، والصغار يعدي، ومعناها ينجموا مثلا، واحنا في التلاميذ نتاعنا والتلاميذ وكل ما همش قاعدين يرتديوا في الكمامه، وصعيب باش تفرض عليهم، صحيح. عمره 11 عام ولا 12 عام باش تقول له البس الكمامه. ولذا في الاخر نقولوا
واحد بشيخ والاحتياطات قد ما ينجم، لكن الفيروس توجد ومشي معاش باش نحاو باش نعيشوا معاه الفيروس للاسف. دكتور باهي اليوم قبل ما نحكيوا على الفاكسان وغيره، اليوم الفيروس الجديد هذا اللي تحول في انجلترا وكل، هل وصل لتونس؟ اللي هو جست راهو نفس الفيروس اما الانتشار اكثر. هو نفس الفيروس، ثم معنا سلاله اخرى، وسلاله اخرى هذه الخاصيه نتاعها هي الانتشار اكثر السريع، العدوى اكثر، لكن الخطوره نتاعها ماهيش اكثر من الفيروس الاخر القديم. لكن احنا في تونس لتو للوقت الحاضر ما سجلنا حتى حاله، الحمد مش معناها اي الحمد لله لكن مش معناها ما عندناش، معناها ما نجموش نعرفوا، ما نجموش نعرفوا. يلزم كل انسان يمرض ونلقاو عنده الفيروس يوقع ثم تحليل كامل وخاص يوقع لك الفيروس هذاك باش نعرفوا يندرى معناها ثم سلاله ولا لا، فهمت؟ مي معناها نقولوا احنا 99% ما زلت ما عندناش السلاله هذه الجديده. تفضل. خاطر انا باش نحب نختم كلامي نكون بعد بنصيحه للمواطنين، خاطر تو نقولوا اكيد باش نجيو للنصائح. النصائح باش نقولوا شنو هو الحل، شنو هو الحل بالحق اليوم الناس؟ شنو الحل؟ انا نحمي روحي ونلبس كمامه وغيري ونغسل يدي ولدي يجي بحذايا وهو يعديني. شنو الحل في انا نلبس لكن غيري اللي بحذايا ما يلبسش؟ وزاد حل زاد دكتور في العباد اللي تمرض وعندها العوارض الاعراض الكل وما تمشيش اول حاجه للطبيب وما تقولش ماهوش عيب، معناتها هذه عقليه كامله عقليه. ولا المرض نتاع تو الكوفيد ما عادش الواحد يمشي يقول انا مرضت، الناس كل تمرض تمرض عادي. والمرض والتو الحاجه اللي لازم يعرفوها الناس اللي المرض يتداوى، معناها النجم نبراه من الكوفيد. شرط وحيد هو العلاج المبكر، معناها في ال 48 ساعه الاولانيين. اذا كان انسان ظهرت عليه العوارض من الاول وخذا حتى الادويه معناها نتاع الكوفيد حتى بدون تحليل، ها من بعد ما يكتب له طبيب وتبيعه بحول الله يتعافى، هذا هو اللي يلزم. ما نقعدوش في ديارنا وما نقعدوش معناها قاعدين ونقولوا لا هاتوا نتفرهد. الاشكال في الكوفيد هذا في المرضى هذه اللي الانسان تظهر عليه بعض العوارض، واللي هي العوارض تكون خفيفه ساعات وشيء برودة يقول برودة بس استمرت يقعد. لكن المشكل وين في الكوفيد؟ وهذه الخاصيه نتاع المرضى اللي تقريب التابلو معناها العوارض والتابلو كلينيك معناها يتقلب في 24 ساعه. يكون الانسان عادي يولي في 24 ساعه يولي مع شرق انفس واللي ما عادش ينجم، وقتها العلاج نتاعو يكون صعيب ياسر. هذاك علاش معناها الدواء واضح والاطباء كل يعرفوا الدواء، ونحيي كافه الاطباء اللي هما في الخط الامامي واللي هو النتيجه اللي وصلنا لها في ديسمبر، هذيك عمل كبير نتاع الاطباء في الخط الامامي. صحيح وتحيه كبيره ياسر الحقيقه للجيش الابيض بتاعنا من اطباء من الناس الكل. صح، ورغم اللي احنا نسبه احترام البروتوكولات الصحيه والارتداء الكمامه ما فاتتش 55% تقريبا في تونس، ورغم ذلك عندنا نتائج طيبه على خاطر ثم العلاج المبكر قاعدين يقوموا به الاطباء نتاع الخط الامامي. فهمت؟ واحنا توا كي نرجعوا توا نشوفوا في المستشفيات، نشوفوا الناس اللي راقده في الانعاش ولا الناس اللي راقدين في الاسره نتاع الاكسجين، تسهلوا تقولوا علاش خلطت الحاله هذه انت؟ شنو اللي عندك؟ ساعات ما تلقاش عنده راهو امراض نتاع مزمنه، لا يقول لك انا راني قعدت نسخالها قريب وراني قعدت في الدار تعكرت حالتي بعد جمعه. اغلب الناس اللي راقده صحيح هذا هو السبب على خاطر ما عداش على بكري. هذه كان حاجه نجم ننصحوا بها للمواطنين تو في الوقت الحاضر، هو النصيحه هذه اي يمشي يتصل بالطبيب بالطبيعه. باهي الدكتور التلقيح كلامك برشا على التلقيح على في العالم الناس بدات تتلقح، في تونس مازلنا ننتظروا بالطبيعه ان شاء الله عن قريب باش يصير الحملات التلقيح. فما زاد عباد متخوفه من التلقيح الحقيقه، تقول لك انا حتى كي مش يجيبوا تلقيح مانيش باش نلقح. دونك دكتور كان تزيد يمكن تفسر لنا اكثر. احنا الحاجه الباهي اللي عندنا في تونس ونفتخروا بها في تونس من قبل، ما ثم حتى دواء يدخل لتونس الا ما يكون ما توقع دراسته بصفه معناها جيده. وهذاك اللي ثم بعض الدول الاخرى راهو كما توا ما نجمش نذكروا اللي خذاو تلقيح وحتى التلقيح في فتره التجربه معناها وجربوا على المواطنين نتاعهم. احنا لا، احنا في تونس هذا لا سبيل اليه. نعم. واحنا حتى قرار ما يجي لا سياسي لا ثم قرار لجنه طبيه واللجنه الطبيه. نعم ثم لجنه طبيه يرأسها سي الوزير مدير العام تاع معهد باستور. نعم. اللي هو قاعد يشرف على اللجنه هذيا وقاعدين يقوموا بعمل كبير ياسر، وتحيه كبيره الحقيقه لهم. باش يختاروا لنا بالضبط شنو هو النوع نتاع التلقيح اللي باش يلقوه التوانسه، وقاعدين يجبدوا في المنشورات العلميه اللي المضاعفات نتاع اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا باش ناخذوا احنا حذرنا.
التاخير هذا يمكن احنا في التلقيح بالنسبه لبعض الدول باش يجي في صالحنا راهو اكيد باش يجي في صالحنا خاطر احنا باش نحاولوا نتجنبوا كل العوارض الجانبيه للتلقيح. نعم بالنسبه للناس تقول لك حتى كان جاء التلقيح العاديين معناتها اللي ما عندهمش امراض وكل يقول لك نخير اني ما نلقحش والا نحاول نتباعد وكل هل انه هذايا كافي الحقيقه دكتور موضوع متشعب شويه. اي متشعب شويه متشعب شويه. انا توا من تجربتنا اللي قاعدين نشوفوا فيها توا قلت لك اللي قاعدين نشوفوا فيه اللي الناس اللي معناها تمرض وتداوي على بكري تمنع على بكري وترتاح ترتاح لكن ثم ناس مش تقعد فيه اخرى من المجتمع اللي هم المتقدمين برشا في السن واللي عندهم امراض مزمنه كبيره وامراض القلب وكل هذوك مش يكونوا مجبورين باش يعملوا بالتلقيح دكتور فما عباد تمرض وتعاود تمرض مره اخرى كان فسرنا يظهر لي صحيح موجود فما بعض الحالات سجلنا بعض الحالات اللي مرضت وعاودت مرضت لكن راهو نعطيك مثلا عدد نقول لك انا حسب التقريب 3 على 600 يعني حاجات حالات شاذة واحد على 200 يكون ولا حتى اقل شويه فهمت اللي يعاودوا نجموا يعاودوا يمرضوا معناها النسبه قليله برشا ما نخافوش منها حتى اذا كان لا قدر الله عاودوا مرض راهو ماهوش باش تتعكر حالته على خاطر هو اكتسب نوع من المناعه فهمت معناها ما يخافوش العباد ما يخافوش اما احنا انا شنو ننصحوا الانسان اللي يمرض بالكوفيد ويبرم الكوفيد راهو تنجم تجيه عوارض اخرى بعد 3 جمعات بعد جمعتين هذه داخل كله في الكوفيد يبرى اليوم الكوفيد لكن بعد جمعتين 3 تنجم تجيه عوارض اخرى وجايع في الظهر وجايع في الراس فيرتيج كلهم مربوطين بالمرضى الاولى فهمت دونك ما يخافوش دكتور يظهر لي الشيف اسمى خاطر مرضت بالكوفيد عامله تجربه يظهر لي تتفاعل معك سي فري سورتو اللي يجيك نهارين تقول هاني وليت لاباس ومن بعد تعاود ترجع ساعات يجيك عوارض مثلا جنبي اليمين وقتها نقعد باهته ما نقولش مدخل جنبي معناه من بعد تولي لاباس يولي عندك حاجات اخرى اللي هي الدهشه والا نفس بالسيف تتنفس والا الفشله ما تنجمش تكمل تطلع دروج مثلا والا تبدا عندك هذا احنا راهو تعلمنا برشا في الكوفيد تعرف الكوفيد احنا معناه وصلنا لقيناه شكون كوفيد اللي هو عنده الام ظهر فقط وفي الاخر تضح كوفيد بالضبط خاطر برشا توا يقول لك انا لا ما عنديش اللي تحكيوا عليهم ديما ماشي في بالهم يلزم الزدر وكحه هاي العوارض وانا توا مش نعلق على كلامك هذايا خاطر كلامك مهم برشا اللي كنت تقول فيه توا انا يكلموني في التليفون توا مثلا يقول لي الدكتور انا راني مستبرد شويه وخشمي يمشي وراه متقلق شويه وفاشل شويه اما راني ما عنديش العوارض نتاع الكوفيد نقول له انت كيفاش تعرف هالعوارض تاع الكوفيد يقول لي مو حاسه الشم نشم ونتذوق يقول لي نشم ونتذوق هذه غلط هذه بربي فكرة مهم برشا دكتور نقولوها فكرة غالطة راهو مش معناها الكوفيد يزمو يفقد الشم ولا يفقد التذوق لا مش صحيح يفقدوا الشم والتذوق تقريبا في نسبة 20% من الكوفيد 80% من العباد اللي عندهم كوفيد ما تفقدش حاسس الشم تفقدهم بعد باغ اكزومبل انا بعد جمعة مرض بعد جمعة وجايع ما نحكي لكش هذا هو بعد هذا ما جمعة معناها مشيت الثنية أخرى مش في بالي عندي حاجة في عظمي ولا في ظهري ولا في حاجة النص ساقين هذوكم وجعت تظهر الجنب اليمين اليد تحس هكا كأني توزوز الوجيعة الانسبورتابل والكادر نتاع العين الجبين والكل من بعد جمعة باش نحات حاسة الشم والتذوق كل انسان عنده شويه خشم ويمشي ومستبرد وكربه يوري وراسه يوجع فيه واحد راهو كوفيد جوسكا من غير ما فوالا من غير ما يقلق ويمشي يتصل بربي بالطبيب معناها كلمه اخيره ما عادش ثم غريب ما عادش نجم نقول عندي غريب وقعد في الدار غريب ما ثماش لا غريب لا برونشيت اي انسان عنده كحه واحد راهو كوفيد جوسكا بروف دي كونترير دكتور يظهر باش نخليك الحقيقه نعطيك جست كلمه ختام رساله اليوم للمشاهد التونسي للتوانسه ربي يحفظهم ان شاء الله في تونس وفي خارج تونس الحقيقه قلوبنا الكل معناتها كنا خايفين على العزيز علينا خايفين على رواحنا صحيح معناتها ما نكذبوا معناتها الحق وضع دقيق معناتها اليوم كي نسمع ارتفاع خاصه في الموتى والله يرحمهم الكل للاسف مازال مش ارتفع العدد لمده الايام القادمه للاسف شنو هي الرسالة اللي الرسالة الأخيرة؟ الرسالة باش نقول صحيح احنا في وضع اقتصادي صعيب ياسر في تونس وفي وضع صحي صعيب لكن كيفاش نجموا نعملوا معادلة ما بين الاقتصاد والصحة نشوفوا الصينيين شنو اللي عملوا ونشوفوا اليابانيين شنو اللي عملوا الفيروس ما عادش موجود في الصين كيفاش شفاوه وفاوه بالتلقيح ما فيهش بالتلقيح كيفاش شفاوه بالتيست رابيد وبالبي سي ار ما فيهش وفاوه بالانضباط الانضباط هو حل المشكل وقعد الاقتصاد بتاعهم يمشي وحقه النمو الصين في الاقتصاد نتاعها بارتداء الكمامة عقلية كبيرة برشا خاطر احنا نجم نخدموا على رواحنا ونجم الناس كل تخدم
بشرط ناس تحترم الوسائل الوقايه وتلبس الكمام، نجموا نخدم، نجموا اسواقنا تخدم وكل شيء يخدم، اما على شرط واحد يرتدي ان شاء الله ربي يحفظنا وربي يلطف بينا كما قلت الاستاذ الدكتور العذاري. شكرا يعطيك الصحه على المعلومات القيمه هاو كتفعلنا الحقيقه عندنا شاهد عين اهو بحذانا الشيف اسماء معناتها تعديت مرت بالظرف هذا الصحي مهم برشا معناتها بالحق اليوم مهم برشا نفسروا اكثر للساده المشاهدين وان شاء الله ربي يحفظنا وين ما كنتوا التوانسه ورقم الهاتف موضوع على ذبتكم 71 143 475 احنا تو باش نمشيو لنغم بصوت الهادي الجويني يا محسونه وبعدها نواصلوا بقيه استضافتنا. يا محسونة يا محسونة وقت تجي تحت الزيتونة يا محسونة قول لي علاش يا محسونة طيب محسونة وقت تجي تحت الزيتونة يا محسونة أي يا محسونة بلا تتسبب كي تملى الكل علشان الا ودي لي دريلي طن على قد الكل تتسبب كي تملى الكل علشان الا خليتي قلبي يتقلب يبغي بلا وناري في حشا يا مرسومه يا مرسومه خالك عام الصابة ترد جوابة سلبتي لعقلة وصوابة يا كذابة يا محسونة ودي خالك عام الصابة ترد جوابة سلبتي لعقلة وصوابة يا كذابة ولا ينهش فيه بنيابة وش الغابة جنبو عندك يا دحمونة يا محسونة روف بخالك راهو هالك يستنى يرجع في خيالك ونور هلالك يا محسونة روف بخالك راهو هالك يستنى يرجع في خيالك ونور هلالك يتصقر لنك كل خالك وانت مالك بكيت عليها الزيتونة يا